السلام عليكم بنات، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ امركم مزيانه؟ اش كتعاودوا؟ كلشي هو هذاك، كلشي 5 5. اليوم بديت معكم فيديو من هنا من على برا. البنات خارجه، غادي نمشي لاكسيون واخيرا نفتح البيس جاي. شوفوا واحد المحل فتح حدانا صراحه بحال هادي، فيه القنيطرات، فيه كلشي داكشي البلدي. صراحه عجبني هادشي اللي عندهم. شوف البيس مازال موصل، شفتو؟ دا قلت لكم البنات كنتوني غنمشي لاكسيو. المهم انتم معايا، زيزو واجي. المهم حاطين على الديستانس طوبيس كامل. المدارس حلو حق، انا ما ديتش ولادي، ما قدرتش ايام يصيفطوا لي ويعيطوا لي. شوفوا لا ديستانس اللي داري الوليدات في المدرسه، شفتوا؟ اصلا ما كاينش وليدات بزاف، انا ما قدرتش ندي ولادي ايام يصيفطوا لي. قلت لهم لا، اصلا ما بقاش بزاف، حيت شهر ونص ديال المدرسه ما بغيتش نديهم. الاستاذ كيجيب لهم هكا التمارين والدروس ديالهم حتى للدار اللي خصهم يديرو، وهذا هو اللي كيكملوا معاهم هكا الدروس اونلاين. صافي هادشي اللي كاين، من الاحسن يبقاو في الدار. مازال كاين ابيس، يعني ماشي صافي راح يحيد هادشي. هذا حل للناس اللي خدامين وما عندهم فين يديروا وليداتهم، علاش داروا لهم هاد الحل هكا. اما اللي جالس في الدار ماشي مشكل، واخا يبقى وليداتهم معاه. هادشي اللي كاين. المهم البنات، انا جيت لهاد السوبر مارشي ديال الشناوة ازياتيك، غناخذ من عندهم الشعرية الصينية. ما عرفت فين غنلقى هنا كتباع، ولكن قلت من الاحسن نجي هنايا غنلقى كلشي عندهم. هادي اول مرة غادي نجي لهنا لهاد السوبر مارشي، المهم نشوف شنو عندهم. صراحة شحال من حاجة خاصاني، ولكن المهم بسم الله. الله يا ربي، جيبي بنتي كاريتو. شوف شوف الماكلة الشينوا البنات، كلشي هادشي داكشي ديالهم. قنابل الذرية هما هادو بالنسبة لي انا، هادو قنابل. هادو هالبلاصة الشعرية الصينية. ها هي كاينه الرقيقه غليظه، كلشي الانواع عندهم. انتي هادي غليظه بزاف واقيله، ضروري كاينه اللي رقيقه عليها، وكاين هذا الشكل هذا. شوفوا البنات شكل غليظ، كاين هذا الشكل هذا. هادي اللي كنديو حنا في الغالي. هادي شتو جوج أورو تمانين، وكاين هاد الشكل هذا. مهم كاين بزاف الأنواع. أنا في الحقيقة أول مرة نجيو عندهم. ها اللي ممكن كنديو حنايا وكتباع حتى في المغرب، شتو؟ كاينة الصغيرة ديالها 50 سنتيم، وكاينة هاد البسطة 95. هادي حتي صدق لي كريسة من شي بلاصة معقلتش فيه. بالشعرية بنات لقيت عندهم ماشي انواع واشكال. شوف صراحه ملي جيت لهنا كنت نقلب على شي هكا سوبر مارشي ازياتيكو، وسبحان الله العظيم هاد البلاصه كندوز عليها دائما بالطوموبيل، عمرني ما شفتو، تخيلوا. واليوم ملي جيت في الطوبيس سبحان الله العظيم انا لقيت بالية، كيف نزلت من الطوبيس لقيت. هانتوما شوف انواع واشكال، ما عرفت هادشي باش مصايب. المهم هانتوما البنات، كاين هاد العاود وحتى الثمن يعني عندهم مناسب زعما، ماشي هانتوما اورو، اورو 65، جوج اورو، هادو اورو 80 اورو. صافي انا خديت من هادي، خديت من هادي
كاين هذه كتجي على شكل وريقات شد العجب. كاين هذا الشيء هذا الفضيحه اللي ما عرفتش شنو هي. هذا الشيء مصايب، هذا السوشي واقيلا مصايب. هذا الشيء شبر وكل سخنوا كل بريوات مصايبين حتى هما. هي ما عرفتش شنو مصايبين. واحد يقلب مزيان وتكون عندهم هنا حتى الورقه. شو البنات هذا الشيء ما عرفتش شنو الفضايح هذا. جوني انا بحال كياكلوا البلاستيك ما فهمت والو. شوفوا شنو هاد الفضيحه عاود هذا انتم هذا فهمنا. هذا الدقيق ديال الروز واقيلا، وهذا ديال المايس ديال الذره. ماشي الاخر ما فهمنا والو شنو هاد كافور شنو هاد. شوف انتم بنتي كدور كتقول لي واش هادشي كيتكال. كنقول لها لا غير كيصوروا كيحطوه نتوما. هادي فارين ديال شي حاجه ديال هادشي كيصاوبوا بيه هادشي. المهم هنا لي صوص كاملين. بعدا لي صوص فهمناهم. هذا اللي كنت كنقلب عليهم. هادو حتى هما فهمناهم. 40 البنات هادو السوشي راه فيهم بزاف الانواع. كاين الرخاص وكاين الغاليين. هنا عندهم انواع الشاي واللويزا و هانتوما. هذا سبيسيال الشعره حتى الثمن جاني مزيان 30 هادي. وهاد الكبيره شحال فيها؟ قال 500 غرام 500 4.5. وعاد هادو اللي من السمين بالزنجبيل و... وهنا عندهم هادي الزهر هادي غزاله هادي. وعندهم الورد الله يلا هادو مزيونين. هادو الورد شفتوه كيفاش اللون ديالو تبارك الله غزال. والزهر هذا كيجي حتى هو في اتاي غزال شامبينيون شو يابس. نوزيت شوف هنا عندهم الفطر بالانواع يبس. الناس كيبغيو يديوه يابس، انا كنفضلو يكون فريش ما عرفتش علاش. كيعجبني فريش كيكون باقي فيه الفيتامينات ديالو. ما الحاجه الميبسه كامله كتفقد القيمه الغذائيه ديالو. المهم البنات ها علاش كنت كنقلب على محل اسيوي باش نلقى عندهم هاد الورقه هادي. هادي كتجي حسن من هاد من هادي. هادي شويه ملي كتبرد وحتى في الماكله ديالها كتجي شويه فحال القومه. هادي لا هادي مزيونه هاد الورقه هادي. المهم احنا لقيناه دابا بعد عندهم الحوت بالانواع. المهم جاوني حتى الاثميني يعني ماشي غاليين بزاف يعني تقريبا عادي. انتم عندهم من صغير حتى الكبير هاد الورقه هادي ديالهم وديك الشيء فاش كيطيبوا الروز. هذا مزيون مي غالي عندي خير ولكن خديته رخيص بزاف. علاش كنقلب البنات انا على هذا المهراز يكون ديال احجار ولا رخام ولا واعر ولكن غالي. 21 اورو هانتوما هانتوما البنات تربيطاس باورو الفلوس هانتوما. هادي كامله 200 اورو اللي بغى 100 اورو اللي بغى 500 اورو. حاجه زوينه هادي. حنا وصلنا لاكسيون شوفوا باقيين كيديروا الصف لان اكسيون الناس صغار شويه هادي يعني خص ضروري ديري الصف تسني النوبه ديالك. وعرفتو ملبستش عليا لبست غير هاد لاشوميز هادي لان في الدار سخونه وملي خرجت لقيت السم ديال البرد ما نعاودش ليكم والله العظيم. المهم حنا كنتسناو دابا ان شاء الله توصل النوبه ديالنا وغادي ندخلو. كانت شي حاجه مهمه غنشاركها معكم جديده هنا وما غاديش نشريها انا غنشاركها معكم دي تحت للدار وغادي نوري لكم ان شاء الله. والدنيا هانتوما هنا بنات بدات كتحرك كاين رواج يعني الناس خارجين غير هي كاينه احتياطات الطيارات حتى هما قد وقلا ماشي الطيارات الكبار شفتو. هادشي اللي كاين البنات هانتوما معانا صافي صوت الطياره كاين رواج صراحه. اخباركم البنات والله الا ملي كتشوفي بحال هكا الدنيا تحركات وتحلو
محلات بحال هكا وهذا، والله الا كنحس تحسي بواحد شويه الطمأنينه، واخا ما كاينش شي تغيير، ما كاينش دواء، ما كاين شي حاجه، ولكن كتحسي بواحد التغيير بحال النفسيه ديالك كتفتح شويه. انا راني ملي كنت ديك النهار خرجت شاركت معكم واحد الفيديو، شت تسخرت من حدايا، من تم عاود ما خرجت حتى اليوم. انتم عارفين العيد خاصني نشري شي حاجه للعيد، وخاصني شي سخره من اكسيون مهم. هادشي اللي كاين انتم معايا، مازال مطولين اختي مقبيله، حنا في الصف، حنا باقيين جالسين في الصف. البنات شي ساعة ونص وانا برا شادة الصف، ودخلت دابا لداخل وشوفوا شحال ديال الصف باقي باش نوصل لاكسيون. والله خا نكونو غادي ما عرفتش شنو نديرو داخل. شوف مازال الصف، مازال شي ساعة اخرى هنايا، حيت اللي كيدخل لاكسيون كيلصق. شو بري بنتي لا بعد عليا تراوي داك ميرسي. دابا عاد وصلت من لهنا، شوف فوقاش نسالي ايوا الحمد لله. عندنا ما نديرو، نتسنى وجينا جينا نتسنى. حنا وصلنا، حنا وصلنا البنات، وانتم دايرين معقيمات على الدخلة. المهم حنا عاد وصلنا، باقي ما دخلناش، كيدخلو بشوية بشوية. نتوما فوقاش عرفتي عييت، عييت والله. الصف ديال الصف ايوا هذا اكسيون ما داير فينا البنات. واخيرا دخلنا، لقيت هاد البلاطويات هادو اللي شفتو عندي في الفيديو وسولتوني عليه، هما حاطينهم مع الدخلة. يعني معناها خاصني شحال من حاجة، منها هاد لي ليبون هادو، هاد ترونسبارون خصهم، كاينين الزورق، كاينين هادو. نشوف شي وحدين من هنا. هما البنات خديت هادو، دير لي معاك 190 سنتيم. هاد الخضويات هادو حتى هما زوينين. هذا الكوزينة البنات زوين، وهادو باتروم شفتوهم زوينين البنات. نوسي جيبي اسوي، هادو البنات هادو زوينين، هادو شوفو غير 79 سنتيم، زوينين هادو. انا بيدي خديت منهم، شوفو تقدرو ديكورو بيهم اي حاجة، كاين في اللوان، كاين في الباج، كاين الكري، كاين الابيض، زوينين هادو. المهم البنات هانتوما جبتكم البلاصة اللي يعشقوها الجميع، بلاصة الديكورات. كاين شي حاجة جديدة الصراحة البنات، اللي موالف التليفون وصافي، مزيون عجبنا. هادو اللي عجبوني كتر، زوينين، 99 وقيلا. كيما كاين هاد الشكل هذا، ولكن هادو حسن، عجبوني هادو حسن. هادي بحال اللي عندي، كنتو شفتوها عندي في الفيديو ديال الصالون. هاد البلاطويات عجبوني بزاف البنات، هادو كانوا قديم يكون هاد الحجر الصحي. هانتوما بحال حلوين البنات، اورو 82. وكاينين هادو كيجيو كبار صغار، هادو عادي، هادو مزيونين. هادو مكاينش، ما بانتليش حاجه جديده. هادو مزيونين حتى هما البنات، عاجبيني، ولكن لا لقيت في الذهبي، الذهبي ديالو مزوين. هادو هادو حتى هما زوينين البنات، ديروا لهم اورو 90. هادو خليه شفت عندي في الفيديو اللي صورته معكم، 3 اورو 33. عندهم زوينين هادو، كنت باغياهم في رمضان البنات. ساعة دوماج صراحة، ما كاينش شي حاجة، الدنيا مشطبة شوية.
شنو هادشي اللي كاين انا صورته معكم. هادي البنات هنا دايرين لا 95 اول مره لقاها في اكسيو، ما عرفت واش كانت قديمه ولا لا. هادو حتى هما زوينين البنات، الرجلين كيرقبوهم. وهادو البنات اللي مشهورين هادو، قليل فين كدي الاكسيون تلقايهم. المهم لقيتهم انا كاينين، كيديروا اوروز 99 كتلبسيهم في رجلك زوج، من بعد كيديروا تقشير الرجل رجيلة ديالك فني. هادو البنات هادو كيجيو زويونين 86 سنتيم فني. هادو 72 سنتيم عجبوني حتى هما فيهم ديكورات زوينين. هادو اللي شفتهم جابوهم جديد اللون هذا، مي هادو ديجا كانوا كاين. هادو خطيبة اللون هذا، البنات بالنسبة لاباطامون هانتوما شوفو أورو 59 250 غرام شفتوها، يعني كاينه هذه هكا بخضر وكاينه هذه في البيض. راكم شاركت معكم في الاول رمضان، ولكن دابا كنت عاود نفكركم بها، بغيتو هكا تصوبوا بها الحلويات كتباع واجده. وهي هذه المهم حاطين بزاف د الحوايج هنا ديال العيد هانتوما شوفو. المهم البنات دابا ان شاء الله غادي نشارك معكم الحويجات اللي خديت البارح من اكسيون، وخديت حتى شي حاجه اخرى من بلايص اخرين. انا غنشارك معكم كلشي، البارح ما قدرتش نكمل معكم فيديو، نمشي للدار هنا ونصور لكم داكشي اللي خديت. المهم البارح ما قدرتش نصور لكم داكشي فاش جيت، لان جيت شويه معطله وانتم كتعرفوا الفطور والجري وهذا. دابا ان شاء الله غنوريكم كلشي داكشي اللي خديت البارح، ولكن البارح خرجت مني بالبرد ديال البنات والله العظيم البرد، يعني خرج جد لابسه داكشي ديال الربيع، ماشي صيفي ولكن ديال الربيع. مهم جيت جامده. انا غادي نبدا معكم اول حاجه ان شاء الله من اكسيون شنو خديت. خديت هاد السريبتات البنات، لان قلت لكم خاصني شي حويجات من اكسيون، سريبتات ما بقاوليش. خديت من هاد النوع هذا اللي كيجي على هاد الشكل، هادو زويونين البنات وكبارين. هانتوما البنات يعني كيجيو كبارين، فيهم شحال ديال الطول وشحال ديال العرض بلاتي، كيجيو فيهم 65 على 65 شفتو. مهم هادو خديت منهم وقيلة ثلاثة بلاتي، خديت منهم ثلاثة ولا جوج، مهم وقيلة جوج هادو اللي خديت منهم ثلاثة. وخديت هاد النوع هذا البنات، هادو كيجيو حتى هما صغر من اخرين، ولكن هادو زويونين، هادو نمسح بهم الاواني هكذا باش نرجع من المكان ديالهم. ما كنبغيش انايا من الشبكه للبلاكار هكذا، كنبغي نمسحهم عاد نرجعهم باش كيبقاو كيبانوا كيلمعوا. وهادو لقيتهم رخاصه البنات، هادو كيتباعوا ثلاثه مع بعضيتهم، هذه كتباع وحده بوحده، مي هادو كيتباعوا ثلاثه مع بعضيتهم بجوج اورو 80. وعجبتني كاليتي ديالهم، زويونه قطن، يعني غادي يشربوا هكذا الماء. وحتى الا بغيت هكذا نغطي بهم شي حاجه ولا كينفعوا هاد السرابت البنات، انا دائما كيعجبني ناخذ منهم كميه ويبقاو عندي. حاجه اخرى من اكسيون لقيتهم دايرين فيها اوفرتا، وهذا هاد اجاكس كيعجبني، هذا ديال التجفيف، هذا فريغا سويلو، هذا زويون. وحتى الرويحه كتكون فيه زويونه، مره كناخذ الخزامه، مره هذا الليمون غزال يا البنات، كتبقى نسيمه، ماشي الليمون الزهر، هذا الزهر غزال النسيمه ديالو كتبقى البنات فاش كتجفوه هكذا الدار. مهم الثمن ديالو كان رخيص، كناخذو انا دائما اكسيون كيتقام عليا رخيص، كاين في كارفور ولكن كيتقام شويه زايد على اكسيون. انا عندي هذا الشيء ملوي، مهم اللي جات على يدي غنوريها لكم مع هذا الشيء معقم ممسوح، يعني بقيت كنجمع في السيكند اكسيون. خديت هادو حتى هما كيكونوا رخاصين في اكسيون، هادو واقيلا شي 75 سنتيم، كتجي فيها شي 100 حبه و 100 حبه زوينين. هادو المقبلات هكذا ولا ديسير ولا مهم اي حاجه، عندهم حتى هما رخاص، كاينين في بلايص اخرين ولكن الثمن ديالهم زايد.
خديت هاد البابي كادو غنحتاجو حتى هو الثمن ديالو رخيص وكاين انواع واشكال. انا عجبني هاد اللوين هذا كيجي ديال الكارتون وفيه هاد اللوين هذا باستيل. هذا حتى هو رخيص البنات واقيلا شي 75 سنتيم اكسيون. حاجه اخرى البنات من اكسيون هو هذا هاد المنظف هذا غزال يا البنات، هذا ديال الكوزينه هذا زويون كيعجبني. وكاين واحد اخر حتى هو كناخذو من اكسيون، هذاك مفضل عندي اكثر من هذا، مي يعني حتى هذا زويون خديت من هذا وخديت الاخر اللي هذا البنات. هذا واعر البنات، واعر 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 كيعجبني، كيحمقني هذا في اكسيون، يعني ايفيكاس للبوطه ولا اي بلاصه كليطاج ولا، غزال يا البنات. والثمن ديالو رخيص حتى هو تقريبا الثمن ديالهم ما كاينش شي فرق كبير، هذا واقيلا اورو 35 وهذا حتى هو كنظن اورو شي 40 ما عقلت بالضبط، ولكن الاثمنه ديالهم تقريبا كيتراوحوا في هذا الثمن هذا. مي انا هذا مفضل عندي، حتى هذا زوين ولكن هذا اكثر. مهم حاجه اخرى اللي خديت الاكسيون، خديت لي ليغون. ها نتوما البنات قلت لكم خاصيني ما بقاوليش، هذه فيها 100 حبه، هذه واقيلا شي 3 اورو و90 واقيلا، كاينين اخرين رخاص شويه، مي انا خديت هذا النوع هذا كيعجبني. حاجه اخرى اللي خديت من اكسيون هما هادو البنات، هادو بالنسبه للحمام عزكم الله، هذه مزيونه هاد الماركه، هذه مزيونه نتوما عرفتوا فين كتكون، وهذه معطر كتلصقوها هكذا في الحيط، المهم ملي كتبغيو تستعملوها صافي البنات كتكيو غير هنايا كتعطي واحد الريحه زوينه صافي. حتى هي الثمن ديالها كان مناسب، وريتها لكم في الاكسيون. حاجه اخرى اللي خديتها البنات من اكسيون، خديت هاد السيرفيتاس هادو عجبوني حمقوني، جاوني لو تيم ديالهم ماشيه مع دابا الربيع والورود، المهم عجبوني. وعجبني حتى هاد اللوين هذا ما عرفتش كيفاش كيبان، والثمن ديالهم هذا كان وقيلا 75 سنتيم، كتجي فيهم وقيلا 50 حبه 20 حبه اللي كتجي فيهم. مي هادو زوينين البنات، هادو فين ما تلقاو هكذا البنات بحال هاد اللوينات وهاد السيرفييت هادو تلقاوهم فيهم اللوينات مختلفين، وهذا شريوهم ماشي ما فيها باس، الثمن ديالهم كيكون رخيص وخبعوهم. غتجيبها وغتحتاجوهم بحال دابا انا هادو غنخبعهم ان شاء الله غادي نجيبو غنحتاجو نستعملهم هكا في الطبله ديالي منين نبغي نقدم هكا لي بلا ديالي، وهذا يعني كي اللوينات زوينين كيلعبوا دور كبير هادو في الديكور ديال المائده. المهم الثمن ديالهم كيجي رخيص ماشي غالي بزاف. المهم هذه هي الثالثه، هي عاد لقيتها كانت مخبعه، خديت ثلاثه ها هما زوينين حتى هادو، وهذا التوب ديالهم غزال البنات. حاجه اخرى خديت من اكسيون، خديت هاد النوع هذا اللي كيجي بحال الزبيب، كيجي زويون حتى هو هكا، كنبغيه هكا في لي كيك في بزاف د الحوايج، تقدروا تستعملوه في سلطه في خويف في اي حاجه. مهم حاجه اخرى اللي خديت هو هاد البابي هذا، كما كتشوفوا كيجي اللوين ديالو في الغوز، هذا بغيتو بغيت نستعمله في واحد الحاجه، الثمن ديالو حتى هو كيجي رخيص البنات. حاجه اخرى اللي خديت هما هاد خبز التورتيلا، هادو كيتقامو رخاصين حتى هما في اكسيون البنات، الاغلبيه كناخذهم من اكسيون، انا كاينين الكبار وكاينين الصغار، والثمن ديالهم حتى هو كيكون مناسب في اكسيون البنات. حاجه اخرى خديت هادو ماشي انا اللي خديتهم بنتي، وخديت هاد الماسك هذا، في الصراحه اول مره غادي نجربو، ما عرفتش كيفاش غادي يكون، واش مزيان واش ماشي مزيان ما عرفتش، مهم اول مره غادي نجربو. وخديت من اكسيون هاد الحويجات حتى هما كنلقاهم في اكسيون، الثمن ديالهم مناسب، هذا البلاستيك الغذائي. خديت هو هاد الملح الهيمالايا، كيف ما قلت لكم البنات دائما انا كناخذو من اكسيون، كيتقام الثمن ديالو جد مناسب، يعني الثمن ديالو كيتقام رخيص، وفيها 500 غرام، وراه ساهله البنات كتطحن بسهوله في هكا في البنات كتطحن في المولينكس ديال اندو 3 او اي روبو عندكم، راه دغيا كتطحن. حاجه اخرى اللي خديت البنات من اكسيون راه كنت شاركتها معكم في الفيديو، هي هذه ديال الاظافر، هذا المبرد الاظافر زويون حتى هو، الثمن ديالو رخيص كيتبقى بجوج الاورو، انا اول مره غنستعملو. حاجه اخرى هي هذا المانطيل، هذا عجبوني اللوينات اللي فيه، وعجبني الديكور ديالو كيجي على هذا الشكل هذا،
هذا والله ما عرفت البنات شحال خديته، واش 3 الاورو ولا 2 الاورو. المهم كيجي زويون، كيجي على هذا الشكل هذا. حاجه اخرى من اكسيونيت، خديت هذا الديكور هذا. الا شفتوا راني كنت شاركت معكم، عندي وحده بحالها كبيره، وملي لقيت هذه صغيره عجبتني، الثمن ديالها 99 سنتيم، خديتها نديرهم مع بعضيتهم. جا في بالي نصاوبهم نديرهم فواحد البليصه، وقلت غيجيو مع بعضيتهم غيجيو زوينين. المهم حاجه اخرى البنات اللي بغيت نشاركها معكم، هي هادشي الحلويات ديال الوليدات في اكسيون، خصوصا اللي كيكون فيهم الجيلاتين راه كيكونوا حلال، ماشي غير في اكسيون، حتى في كارفور لقيت بعض منهم حلال. يعني الا بغيتوا تشريو لوليداتكم راه غتكونوا مرتاحين، غيكون فيهم يعني جيلاتين حلال. ها نتوما حلال هنا وهنا، يعني كاينين حتى في هاريبو البنات لقيت في كارفور حلال، كاينين اللي حلال وكاينين اخرين العاديين. مهم هذه كفكره الناس اللي ما عارفينش، وصافي. وخديت لهم هذه حتى هي بحال هذا الشيء الشوكولاته البنات، اغلبيه كناخذو من اكسيون لان كيتقام رخيصه البنات بمقارنه مع محلات اخرين. صافي هذا الشيء اللي خديت من اكسيون. بقات حاجه اخيره، اسمحوا لي نغطيها عاد نوري لكم. خديتها البنات هذا البلاطو ميغوار هذا الكبير ديالو من اكسيون، ها انتم شوفوا كيجي كبير بغيتو. المهم ما قدرتش نعليه لان نعريه لان غادي نبان فيه. المهم راه كيجي على هذا الشكل هذا، الثمن ديالو كان 4 الاورو و99، يعني 5 الاورو. وحاجه اخرى اللي خديت من اكسيون، هذه هي الاخيره وقيله د اكسيون، خديت هادو البنات، هادو ديال لا طابل، هاد السوبلا، هادو زويونين، اللوين اللي فيهم عجبني، يعني هذا اصول مارينو. خديت منهم 4 البنات، هادو وقيله اورو 20 الوحده كنظن. كنت باغا ناخذ واحد اللون اخر ولكن ما لقيتش، لقيت غير هادو. المهم جبت هادو تما البنات كيعجبوني ناخذهم، يكونوا عندي في الالوان في الدار، حتى هادو كيعطيو المائده ديالكم واحد المنظر زويوان وراقي، يعني هادو بقاو تستعملوهم دائما، بقاو تاخذوهم البنات الا لقيتوهم الثمن ديالهم مناسب، خذوا اللوينات هكا وخبعوهم، يعني كيغيروا المائده ملي كتبقى تحطي نفس الاواني، وهما كيغيروا الديكور ديال المائده ديالك. هادشي بالنسبه لاكسيون، غادي نشارك معكم حوايج اخرين. حاجه اخرى البنات بالنسبه للمحل الاسيوي اللي دخلت له في الاول وشاركته معكم، ما خديتش منه شي حاجه كثيره، خديت منه هاد الطحالب هادو اللي كيجيو على هاد الشكل هذا باش كنصاوبو لي سوشي. بغيت نصاوب لي سوشي، تشهيتهم البنات. حاجه اخرى اللي خديت ولقيتها عندهم رخيصه البنات، هو الزعفران الحر البنات، لقيت عندهم فيها نص غرام بهذا بجوج الاورو 80. بالنسبه للشعريه الصينيه خديت هاد النوع هذا، هذه رقم شفتو الثمن ديالها 2 اورو 80 تقريبا، فيها 400 غرام، يعني هذه راه تصيب من شحال من حاجه. وخديت حاجه اخرى اللي خديت هو هذا الدقيق الذره، بغيتو البنات حتى هو هذا زويون البنات، في بزاف د الحوايج تقدروا تستعملوه، في الحلويات، في بزاف د الحوايج تقدروا تستعملوا الدقيق الذره، وكيجي صحي بالمقارنه مع الدقيق العادي. صافي هادشي اللي خديت من المحل الاسيوي. حاجه اخرى اللي خديتها البنات من كارفور البنات، بالنسبه للشوكولات اللي غنستعمل في الحلوه ديالي، يعني ما لقيتش بيو ابيض، قلبت عليه ما لقيتوش. مهم شريت هذا البنات ديال ليدل، لان البلاصه اللي مشيت لها جا مجموع حداها ليدل، يعني كاينين بزاف ديال السنتر كوميرسيال تما، دوزت ليدل البنات وخديت منه هاد الشكلاط هذا اللي كيجي الثمن ديالو مناسب، فيه 200 غرام، جوج ديال هادو، جوج ديال طابليطات فيهم 100 غرام، وصالح حتى شوفوا انه كيدوب، يعني تذوبوه وتستعملوه في الحلويات. خديت جوج، واقيلا هذا كان الثمن ديالو شي اورو و35 تقريبا. وبالنسبه للحليب، الشوكولاط بالحليب، خديت هذا حتى هو ديال ليدل، الثمن ديالو كيجي مناسب البنات، وكيجي فيه انتم هذا واقيلا شي اورو 40 كنظن، ولا اورو 46، فيه 300 غرام، يعني زويون هذا بالنسبه للحلويات، حتى هو البنات كيدوب. ونوع اخر البنات اللي خديت من كارفور ديال الشوكولاط الحلويات، هو هذا النوع هذا اللي كيتباع في سوبر اي وكيتباع في كارفور، حتى هو زوين والثمن ديالو مناسب، هذا 500 غرام. حاجه اخرى اللي خديتها البنات بالنسبه للحلوى،
العيد ان شاء الله هو كوكو البنات اللي لقيتو في غون فري. انا قلت لكم هاد البلاصه اللي مشيت لها مجموع كل شيء حدا بعضيته. غون فري دايرين الكوكو البنات كيلو، ها نتوما شفتوا كيلو بجوج الاورو و99، الثمن ديالو كان 6 الاورو واقيلا، يعني ناقصين فيه 50%، وكيجي منقي. ها نتوما البنات ساهل بالنسبه للحلوه، يعني الا غتحمريه ولا بالنسبه للبنات اللي كيقليو ولا هذا الا غادي يطحنوا فيه هكذا، يعني كيجي واجد. خديت جوج الكيلو غنحتاج منه، الا خص الا بقات شي حاجه مهم ماشي مشكل من بعد ان شاء الله. صافي وخديت هنايا هاد الذره هادي باش كندير هكا لولادي كيبغيو هكا البوب كورن، كناخذ هاد الحجم الكبير كناخذو حتى هو من غون فري وحتى كارفور كيكون فيه. صافي هادشي اللي كاين. هذا اخرى اللي خديته البنات من كارفور هي هاد المحمصه هادي، شهيتها البنات يعني كانت كتعجبني انا فاش كنت باقا صغيره كانت كتعجبني. المهم لقيتها وخديتها من كارفور، الثمن ديالها حتى هي البنات مناسب. وحاجه اخرى اللي خديت من كارفور هي هذه البنات، كانت خاصاني بزاف خصوصا هكا ملي كنكون كندير في البطبوط ولا في الرغيفات في المقله ما كنقدرش نبقى نقلب بيدي، ديك العافيه كتشوي لي يدي. وحتى بالنسبه ماشي هي تشوي لك يدك، حتى الا بقيتي كتخدمي بيديك ووجهك قريب للمقله راه ديك الصهد كيرجع على الوجه وكيرجع عليه وكيدير لنا كيكحل الوجه وكيكحل اليدين. اللهم ناخذ شي حاجه هكا اللي بعيده وتقدري تستعمليها على بعد. حاجه اخرى البنات اللي خديت بالنسبه للحلوه من كارفور هو البيض، لقيتهم دايرين فيه حتى هو سولد، هذه فيها 15 بيضه بيو ب 4 الاورو وشي 95. مهم هادشي اللي خديت من كارفور. واخر حاجه اللي خديت اليوم هي هاد زيت الكوك البنات، هذا غزال كناخذو دائما من كارفور، كيكون بيو انتوما وكيصلح انتوما كتشوفوا للشعر للبشره لاي بلاصه، يعني ماشي غير ديال الماكله يعني حتى ديال التجميل. الثمن ديالو كيجي 6 الاورو. هاد لا مارك هادي كدير حتى زيت الكوك مخلط مع زيت لافوكا، والثمن ديالهم حتى هو كيكون هكا 6 الاورو تقريبا. صافي هادشي اللي كاين، هذا بغيت نشاركو معاكم، زوين بزاف البنات هذا زيت الكوك. هادشي اللي كاين البنات، هادشي اللي خديت بالنسبه للاستعدادات العيد وشنو خديت من اكسيون. كنتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساونيش البنات من لايكاتكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم، غادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو ليا في راسكم.